اهلا بيكم، احنا النهارده ان شاء الله هنتفرج على فندق سميرانكس. بس في البداية عندي طلب شخصي، يا ريت يا جماعة تدعمونا بلايك واشتراك علشان الفيديو ينتشر اكتر فالقناة تكبر واحنا كمان نتطور ونقدم صورة ومحتوى افضل ان شاء الله. ولو عندك اي استفسار عن اي فندق اكتب لنا في التعليقات وهتلاقي ردنا سريع ان شاء الله. اسم الفندق مستلهم من الملكة العراقية سميراميس اللي عاشت من 2800 سنة. الفندق 5 نجوم، صف اول على النيل مباشرة في قلب القاهرة ووسط البلد، وقدام على طول كوبري قصر النيل، يعني 3 دقايق ماشي هتلاقي نفسك عند ميدان التحرير والمتحف المصري، فانت كده في السيتي سنتر بتاع القاهرة، يعني كل حاجة حواليك. الفندق فيه انواع كتير من الغرف، منها اللي بيطل على المدينة ومنها اللي بيطل على النيل، والفندق بيقدم وجبة الافطار زي اغلب فنادق القاهرة، وموجود في الفندق 11 مطعم وبار بيقدم اكلات متنوعة، منها الشرقي والايطالي والفرنسي والتايلاندي والسوشي. الفندق فيه حمام سباحة وكيدز اريا وجيم وسبا. بشكركم جدا على المشاهدة، ولو عجبك الفيديو ده ياريت تدعمنا بلايك وشير وسبسكرايب علشان القناة تكبر ونكون دايما دليلك في كل مكان.